امس سويت الفيديو من يوم شفت تفاعلكم الحلو هذا. اليوم احنا اشترينا القطن هذا الاشتراء. الحين راح اقول لكم الاشياء اللي راح نحتاجها لغمه كبيره. جاهز يا كرم؟ جاهز. اول شيء نحتاج ضروره، نحتاج هذه اللمبه الجوجه سوتها امس. ودحين انا راح اقول لكم اغراضي. اول شيء اخذت هذه القاروره الكبيره، تمام، واخذت هذه اللمبات بس انها مو نفس هذه البطارية، لأن حقت هذه بغطاء أقصد بكوبس. وكمان نحتاج غراء. يلا كرم نبدا. يلا نسينا نوريهم أهم حاجة. إيش؟ صح، القطن. شوفوا، أنا هذا القطن اشتريته من الصيدلية. قطنهم ناعم مرة مرة كريم. لأنه بسه أبي كف رايح جاي، أقسم بالله كف رايح جاي. طيب يا جماعة، أول مهمة عندنا إيش نسوي؟ كنا ندخل اللمبات في القارورة. بعد دحين قفلناها وراح نستخدم هذا الغراء وراح نستخدم القطن. بس أول شيء راح نطلع القطن اللي نحتاجه، يعني كمية القطن اللي نحتاجها. طبعاً دحين يا جماعة بعد ما قسمنا كمية القطن اللي احنا نبغاها، راح ناخذ هذا الغراء ونبدأ نحط كذا. شوفوا، حوري كرم كيف راح يسوي حاله. شوفوا مثلاً أنا حأحط من هذا الجهة. شو جيد أنا. طيب حطينا الغراء، دحين ناخذ كيس من القطن. شوف كيف لسكت بهذه الطريقة. يلا كرم. خلاص حقتنا، بس لحظة بقفل هذه اللمبة. الحين بنقول يلا نفكها مع بعض. تمام، واحد اثنين ثلاثة. ما حدا حياخذها، هذه غامتي الحلوة. يلا دحين في الكومنتات اكتبوا لنا ايش احلى، حقت كرم والله باين، حتى جوجو والله حقتك حلوة كذا، كلاسيك صغير كذا كيوت، تحطها جنب المكتبة حقتك يوم تدرس. عشان حتى اذا عجبتني خذ حتى انا عشان اختي. يعني هذه ليش عشان ما عجبتني؟ والله حلوة. انا ما حختارها اكيد. والله حيختاروها اكيد. والله طبعا كده خلصنا هذا الفيديو. لا تنسوا تسوي كرم لايك وشير وسبسكرايب. والكومنت اكتبوا لنا في الكومنت افكار تبون نسوي لكم هي في الفيديو الجاي، او ايش احلى حقتي ولا حقت كرم. مع السلامه.